شرط الإنجاب جعله غير واحد من الأئمة أنه من الشروط الباطلة، وقد نص على هذا غير واحد كابن قدامة رحمه الله في المغني، وقول جماهير العلماء إلى أن اشتراط عدم الإنجاب المطلق من غير تقييد ومن الشروط الباطلة التي لا يجب للمتعاقد، يجب على المتعاقدين عدم الوفاء بها، لأنه يعطل مقصدا من مقاصد الشريعة. فالله جل وعلا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فجعل الله سبحانه وتعالى بعد امتنانه أن جعل من الأنفس أزواج، جعل الله عز وجل من تلك الأزواج بنين وحفدة، فحث على الاستكثار في البنين وكذلك أيضا في مسألة الحفدة. وهذا هنا في قوله جل وعلا وقدموا لأنفسكم، المراد بذلك هو ما يشترك به الاثنان الرجل والمرأة من جهة الحق في الولد، على القول بتفسيرها وحملها على هذا المعنى في قول الله جل وعلا جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني أنه من جنسه، وهذا من منة الله عز وجل وفضله. قال ومن العلماء من قال في مسألة اشتراط عدم الإنجاب لزمن محدود أن ذلك من الشروط الصحيحة، أنه من الشروط الصحيحة، وهذا لا بأس به إذا كان لمصلحة، هذا لا بأس به إذا كان لمصلحة، كأن يكون الإنسان مثلا في دار حرب، كأن يكون الإنسان في دار حرب أو في بلد من البلدان يخشى أن يؤتى بذرية ويكتكبر هذه الذرية وتتأثر بمن حولها باللغة وكذلك الطباع ونحو ذلك، فله أن يشترط عدم الإنجاب لبضع سنين أو نحو ذلك. أما الشرط الدائم فهذا الذي يظهر لي بطلانه وهو شرط غير جائز.